ومن جميل كلامه قوله رحمه الله: ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. ولا خير في ود امرئ متلون. نعم والله لا خير في المتلونين، لا خير للبلاد في المتلونين، ولا خير للأمة في المتلونين الذين يتقلبون مع الريح. أيام ضد الدولة والتحريض على الحكام، وأن هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين، وأنهم كذا وأنهم كذا. ثم إذا مالت الريح تلونوا ولم يعتقدوا، فهؤلاء لا خير فيهم للأمة، والحذر منهم واجب. المتلون في الصداقة لا خير فيه لك، ولا خير في وده الذي يميل مع الريح حيث مالت.